بصير. هذا هو القلب. الحكم الرابع والأخير الإخفاء. تقدم تعريف الإخفاء لغة واصطلاحا. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تخفى النون الساكنة والتنوين بغنة عند 15 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، رحمه الله جزاه الله عنا خيرا. طبعا الحروف هي الحمراء، الحروف الحمراء. أمثلة على إخفاء النون بالنسبة ل... هي الأمثلة مرتبة على صف ذا ثنا، الأمثلة مرتبة على صف ذا ثنا. فالصاد أول حرف منصورة. بدك تلاحظ يا أخي بعد ما تنطق الميم، ركز معي شوي هون، بعد ما ننطق الميم منتقل بالفم لوين؟ على الصاد على طول. الصاد حرف مطبق مستعلي، أليس كذلك؟ معناها أقصى اللسان شو بيكون؟ مرتفع، مرتفع، ولسان المزمار بيرجع لورا شوي، فيحدث في الحلق تضيق. انتبهنا؟ مو 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 صو مو ص. لما بصل للصاد ما بغير شكل الفم، شكل الفم هو هو. انظر إلي، منص منص. لماذا كانت العرب ها قبل نزول القرآن لماذا كانوا يخفون؟ أسهل، لأنه أسهل، فيه عمل واحد بدل ما يكون فيه إيه؟ عملين. نفس العلة الموجودة وين؟ في الإدغام. طب لماذا لم يدغموا؟ للبعد. قلت منذ قليل لأحد الإخوة سلم علي هنا، علماؤنا قالوا قرب المخارج موجب للإدغام. احفظوا الكلمتين ترتاحوا. قرب المخارج موجب للإدغام، بعد المخارج موجب للإظهار، عدم القرب وعدم البعد موجب للإخفاء. منعيد، قرب المخارج موجب للإدغام، بعد المخارج موجب للإظهار، عدم القرب وعدم البعد موجب كما أن الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام كما شرحتها لكم اليوم، كذلك مبرر الإخفاء مبرره أن النون وهذه الحروف لم تقرب مخارجها إلى درجة تدغم فيها، ولم تبعد إلى درجة تظهر عندها. واضح يا أخواني؟ فلما نقول منصورة، الفم مهيئ على الصاد، لكن النطق لمين؟ النطق للغنة من الخيشوم، والفم مهيئ على مخرج الصاد. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، بدكم تجاوبوا معي شوي لو سمحتوا، ها؟ غير قعدتك هيك، جلس ظهرك هيك يا فتاح. طيب قول لشوف، من صورة بالإظهار، من صورة، من صورة، قول من صورة، من، جربها مرتين ثلاثة. ثقيلة ولا مو ثقيلة؟ ثقيلة ولا مو ثقيلة؟ من صورة. طيب لما بتقول من، من الصوت وين عم ينحبس؟ ورا مخرج النون، يعني ورا اللسان، هذا سقف الحلق. لما بقول من، من هنا عم ينحبس الصوت، لأنه ما عاد أمامه إيش؟ ما عاد مجال، ما في طريق مفتوح أمامه حتى يمشي. الصوت صار من فين؟ عن طريق الغنة. من، وضح ولا لا؟ طيب لما بقول أنا من الطريق الفموي مفتوح ولا مسكر؟ مفتوح. عرفتوا؟ فأنا لما بقول عم يطلع معي كم صوت؟ صوتين، صوت قوي من الخيشوم هو الغنة، وصويت ضعيف لكنه موجود من فين؟ من الفم. ما السبب؟ من أين أتى هذا الصويت؟ لأنه الطريق أمامه مفتوح، ما في شيء يمنعه من الخروج.
في الإظهار مين كان اللي عم يمنع الصوت من الخروج؟ اعتراض اللسان، اللسان يعترض طريق خروجه. لكن الآن اللسان مهيئ على الصاد، والصاد هنا من تحت من وأقصى اللسان مرتفع، فالصوت لما بيطلع من هون بيمر هيك، شو بيلاقي الطريق أمامه؟ مفتوح. لكن يجب أن تبقى الغلبة لمين؟ للصوت الخيشومي. انتبهنا؟ طيب، ونبه هنا على بعض إخواننا في البلاد المشرقية، مثلا الهند وباكستان وبنغلاديش، منتشر عندهم من زمان، من زمان قوي، اللي هو يخفون النون عند 15 حرفا إخفاء واحدا، ولا يهيئون الفم على مخرج الحرف الآتي. يعني مثلا هنا بيقول لك من اسمعني، من صورة، انتبهتوا على كم مكان بيروح؟ على مكانين. المكان الأول أنا ما بعرف وين هذا المكان، بس هو صوته هيك، من غنة رقيقة لطيفة رشيقة غير مفخمة، ثم صورة، لما بيصل للصاد يهيئ فمه على إيه؟ أو مو يهيئ، ينطق الصاد. معناته هو على كم محل عم يروح؟ على مكانين. والإخفاء إنما استعملته العرب لإيه؟ للتخفيف. تبهنا؟ فهذا العمل ما بيصح، هذا العمل ما بيصح. تبهنا؟ منصورة، التفخيم سببه أن اللسان مهيئ على مخرج الصاد، والصاد إيه؟ مفخمة. بينما لما نقول الإنسان، اسمع جيدا، الفم مهيئ على مين؟ على السين. في تفخيم؟ ما في تفخيم. وضح إخواني؟ أم لم تنذرهم؟ كيف أفعل عند إخفاء النون عند الذال؟ أضع طرف لساني على مخرج مين؟ من غير ضغط، وأؤكد من غير ضغط. ذي، لما بتصل للذال تضغط، شو بتقول؟ ذي. أم لم تنذي، أما مو بتضغط من أول. انتبه، هذا موضوع مهم جدا. والأنثى بالأنثى نفس الكلام، ننتقل من مخرج الهمزة لوين؟ إلى مخرج الثاء. الفم مهيئ على الثاء، وأنا شو عم بنطق الآن؟ غنة من الخيشوم ومعها صويت فموي، شرحناه منذ قليل. شو سبب هذا الصويت الفموي؟ أنه الطريق مفتوح، ما في شيء يقف أمام اللسان فيعيق طريق الصوت حتى يخرج. فإذا وصلت إلى الثاء أضغط على الثاء فأقول ثاء. والأنثى بالأنثى، يا دوب يا دوب مهيئ تهيئ. أين الكاف؟ هذه الكاف والقاف بيختلفوا عن بقية الحروف، وسيأتي معنا لها شرح. الكاف والقاف وين صايرين يا إخواني؟ أقصى اللسان. والنون من فين؟ من طرف اللسان. لذلك هذان الحرفان عند نطقهما، عند نطق الإخفائي، أو بالأحرى خليلي غير العبارة، عند إخفاء النون عندهما ينغلق أقصى الحلق بأقصى اللسان. لما بدي يقول من قبل، من لما قلت من أقصى اللسان أغلق، أغلق أقصى الحلق تماما. بلقي الصوت منين عم يطلع؟ من الخيشوم، واللسان المزمار راجع والحلق متضيق، من هنا عم يجي التفخيم. من قبل، انتبهنا؟ من قبل. كذلك الأمر بالنسبة للكاف، أن كان ذا مال وبنين، أن أقصى اللسان يعود ويغلق المكان تماما. أن الصوت الآن محصور عن طريق إيه؟ الخيشوم فقط، ولا يشاركه شيء، فقط عند هذين الحرفين. من هما؟ القاف. ما مبرر ذلك؟ البعد، البعد. من شيء تقريبا 30 35 سنة بدأ ينتشر يعني بالبيئات القرآنية، مدارس التحفيظ وغيرها، بيقول لك
من قبل. كان بيجيب صوت فموي وبيجيب معه إيش؟ غنة. وسببه عدم إحكام يعني إغلاق الحلق بأقصى اللسان. هذا الأمر محدث، هذا الأمر محدث. صوابه اسمعوا تسجيلات الحصري موجودة، ما هي سر يعني. اسمع عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه وغيرهم، وكل ما قرأنا الشيوخ اللي قرأنا عليهم من قبل أن كان، ما في حدا من قبل هذا الصوت الفموي اللي ما شاء الله من قبل كان، هذا صوت غير متلقى وغير معروف.